أنا لا يمكن أتصور أنه في شخص ينهب أموال من الدولة وأنه يطلع البلد الفلاني وممكن أنه يصير آمن، هذا لا يمكن أنه يصير. هذه المنصة هذه فكرة أنه جميع دول العالم أنه لما تتبادل عملية المعلومات لا يمكن أنه فاسد يروح يستمتع بأمواله بأي دولة ثانية ونقول والله ما ندري وين موجود. هذه فكرة الشبكة وفكرة تبادل المعلومات تكون بطريقة سهلة وبسيطة. إحنا المملكة العربية السعودية الحمد لله نجحت في مكافحة الفساد أو حدت بشكل كبير منه في داخل المملكة، فهذا كان جهد، ما هو بجهد ساعات ولا أيام، كان جهد يعني أشهر طويلة من العمل، وأخص بالذكر الدكتور ناصر أبو الخيل والأخ محمد خيل والأخت مياد الصغير، فهذول هم كانوا يعني النوال في الموضوع هذا. أنا أمس واحد من الأخوان يقول لي ما أظن أنه راح أنه ممكن أنه نطلع بمنجز أفضل من المنجز هذا، قلت ما دام أنك بتشتغل بتطلع بمنجز، وإن ما اشتغلت نقول لك توكل على الله.